عودة للذنب بعد التوبة بشكل متكرر، هل هذا يفسد القلب؟ لا كلنا كذي، كلنا كذي، ها؟ كلنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. قال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له. قال: فمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. قال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له، ثم مكث ما شاء الله لك، ثم أذنب الثالثة فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. قال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. يعني طالما أن الإنسان إذا أذنب تاب، الله سبحانه يقول: إذا تاب غفرت، خلاص قاعدة.